مواصلة لسياسة الحكومة في القضاء على البناء الفوضوي والسكن الهش، استيقظت مدينة الورود على عملية ترحيل القاطنين بالسكنات الهشة المتواجدة بحي سيدي عاشور أو المعروف بحي زانك ببلدية البليدة، والتي كانت تشوه جمالية المدينة. احنا 583 عائلة في الموقع صفصف هذا اللي رانا فيه، عندنا 465 عائلة اللي جبناها اليوم، وعندنا في موقع ثاني اللي وجه في بوقارة 118 عائلة، يعني المجموع يوصي 583. ومازال ان شاء الله العمليات هذه تاع القضاء مستمرة حتى نقضيو على جميع الكواخ والاحياء القصديرية. ما يخفلكش بلي هذا الحي اللي قضينا عليه الحي رقم 64 في ولاية البليدة من سبتمبر 2023 لليوم، أكثر من 64 حي قصديري في ولاية البليدة اللي تم القضاء عليه. 583 عائلة غمرتها الفرحة وملئت أعينهم بدموع الفرح بعد فراقهم لمنازل هشة واستفادتهم من سكنات جديدة بالقطب الحضري صفصاف وموقع غابة الزاوش ببلدية بوقرة. الحمد لله يا ربي، كنا نسعى نحن نسناو في هذه السكنة، والحمد لله يا ربي، ربي يرجع علينا وان شاء الله كامل اللي ما زالوا كاع ربي يرزقهم، سفرينا والله غير سفرينا، والحمد لله يا ربي صابر ينال نلنا كما قال لك القبر تاعنا هذا ومازال الاخر، ان شاء الله يا ربي يفرح كاع اللي ما زالوا. الحمد لله اللي طول بنيتي دار، والحمد لله اللي فرج علينا ربي، وان شاء الله يفرج على المؤمنين كاع اللي بقاو واللي ما داش، ان شاء الله ربي يسرح له في امره. من أجل القضاء على سكنة الهشة المتواجدة بحي سيدي عاشور، اليوم تجري عملية إسكان 583 عائلة، منها 465 عائلة توجه لبلدية مفتاح بالقطب العمراني بالصفصاف، وعندنا 118 عائلة توجه إلى بلدية بوقارة بحي غابة الزاوش. عملية الترحيل التي استفادت منها ولاية البليدة ما هي إلا عينة من مشروع أطلقتها السلطات الجزائرية للقضاء على الأحياء القصديرية والهشة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.